كله تمام يا باشا، كده انا خلصت. ايه الاخبار؟ بص يا باشا، الراجل اللي بتصل بيك ده مش بيكلمك كل شويه من رقم ولا حاجه، هو رقم واحد بس، هو شغال على برنامج اسمه سبوف بيخليه يظهر لك الرقم اللي هو عايز يظهره، بس انا للاسف ما عرفتش اوصل للرقم الاصلي. طب الارقام اللي انا اديتها لك دي عرفت توصل مين اصحابها؟ وراهم حاجه يعني؟ وراها كتير يا باشا. بص يا باشا، الرقم الاولاني ده بتاع اللي هو مختار السويفي مساعد وزير الداخليه اللي مات، الرقم التاني بتاع إيهاب خيري، الرقم التالت بتاع صلاح صبري. صح يا باشا، اسمه صلاح صبري. الرقم الرابع باسم هشام شريف. يعني ايه؟ يعني تدور عليا؟ ما تقلقش يا هشام، احنا مع بعض، انا مش هسيبك، والنهارده ان شاء الله هثبت للناس كلها ان سليم هو اللي ورا كل حاجه. ادخل. قلت لك الدليل اللي كنت بتدور عليه. بجد؟ كده يبقى سيادتك ملوش حجه. الدليل وسيادتك ماسكه بايدك اهو يا فندم. بهاء، انت متاكد ان الرصاصه دي خرجت من مسدس حمزه؟ تقرير المعمل الجنائي جاهز قدام سيادتك، ممكن تشوفه. كده يبقى حمزه هو اللي قتل صلاح، زي ما قتل ايهاب وسياده اللواء مختار، وكان طول الوقت مشغل لنا فيلم ان سليم لسه عايش وما كانش فيه بني ادم مصدقني. طيب روح هاته. الليله هيكون عند سيادتك. انا عرفت لغايه لما روحت لسليم في البيت بعد ما خرج من المعتقل، وانك عرضت عليه انضم للتنظيم وهو رفض. أنا بس نفسي أفهم أنت إزاي قدرت تقنعه تاني؟ إحنا ممكن نفضل قاعدين تحكي فيها طول النهار على فكرة، وممكن برضو أسأل وأجاوب على نفسي وأكتب اللي هقوله وأنزله باسمك عادي جدا، محدش يقدر يقول لي تلت التلاتة كام، بس أنا مش كده. أنا شايفة إن من حقك أنت اللي تتكلم وإن كلامك هو اللي يوصل. طيب بلاش. تفتكر الراجل ده؟ أفكرك؟ ده الرائد مدحت خليل اللي كان السبب في دخول سليم المعتقل، واللي أنت متهم بقتله من ضمن الجرائم الكتيرة اللي منسوبة لك. أنا قريت ملفك على فكرة وعرفت عنك حاجات كتير. كده كل اللي موجود في ملفي كده مش انا اللي قتلته. أمال مين اللي قتله؟ اركن عايز انزل. فيه ايه؟ مالك؟ قبل ما تقتل حد في الداخلية لازم انت تبقى عارف هتهرب ازاي. انت حتى ما قتلتوش، بالك لو كان شافك كان هيعمل فيك ايه؟ دقيقة واحدة وكنت هتروح في 60 داهية. وانت عرفته ازاي؟ زي ما عرفنا انك بتدور على شغل،
وزي ما شفناك بتشتري حاجات لا يمكن تيجي في دماغ حد انه يعمل منها قنبله. احنا نعرفك من قبل كده. بص يا باشمهندس، احنا هنتكلم وهنفهمك احنا عايزين منك ايه وليه. انا لا هتكلم ولا هسمع. انا قلت لك قبل كده ان انا مش هساعدكم، فاهم ولا لا؟ لا يا باشمهندس، هتكلم وانت هتسمع. انت محتاجنا تدرى فينا، والا هو بلاغ صغير قد كده وهم يتصرفوا معك بمعرفتهم. سليم عرف لوحده هو كان محتاج يعمل ايه علشان يعرف يعيش تاني، وعمل. على فكرة مش احنا اللي جندنا سليم، هو اللي جه لوحده. أكيد جوعت، تاكل إيه؟ أنا مش عايز آكل يا حمزة، أنا عايز أفهم. حاضر، جيب قهوة بس كده يا بابا، وأقعد أحكي لك الموضوع من أوله لآخره. ماشي. ايه ده يا حمزه؟ لا ده مساكن باخده علشان ظهري. جاي معايا ولا هتستناني؟ لا انا هقف اشرب سيجاره في الهواء يعني مخنوق شويه. اجيب القهوه اجي لك على طول. خير يا ماما. مساء النور يا حبيبي. طمنيني عملتي ايه؟ والله كان يوم لطيف وكل حاجه كانت ماشيه كويس الحمد لله. الحمد لله. وايه الحاجات دي كلها؟ جبت شويه لبس جديد، هدوم يعني كده لزوم الشغل. طب بقول لك ايه، انت وعدتيني الصبح ان احنا هناكل مع بعض، مش هسمع منك اي كلام، خلاص؟ لحد كده بتغيري هدومك اقوم نحضر العشاء. اوكي خلاص؟ وبعد كده هتفرج على الحاجات دي. جايبه لي حاجه ولا لا؟ لا ما جبتلكيش ليه بس. هذا وقد استمعتم الى موجز الانباء اعزائي المشاهدين. مساء الخير سليم. تأخرت كده ليه؟ انت كنت فين؟ انت كويس؟ ايه حبيبتي ايه دي؟ في ايه؟ كنت في مشوار وخلصت وجيت على البيت. مشوار ايه لحد دلوقتي؟ انت عارف انت قلقتني عليك قد ايه؟ بص يا سليم انا ما بقتش حامل انك تتأخر. انت لو جديتي هقول لك على المفاجأة. مفاجأة ايه؟ انا من شوية كنت محافظ وقال لي ان في واحد صاحبي لقى لي شغلانة. شغل؟ يعني انت خلاص لقيت شغل؟ طب شغل ايه؟ مع مين؟ هي شركة يعني؟ طب اقعدي. شركة ايه كده؟ اقعدي. الأسبوع الجاي هروح أشوفها. ولو استريحت معاهم وهم استريحوا معايا أبقى أحكي لك بقى بالتفصيل اللي طب يا رب يا سليم، يا رب يا رب يا رب، ربنا يوفقك. الواد فين؟ لسه نايمة حالي. خسارة، كنت عايز أشوفها وحشني. طب احكي لي بقى، قولي الشغل الجديد ايه؟ استني بس، أنا هموت من الجوع وما أكلتش حاجة من الصبح. نفسك تاكل ايه؟ اي حاجه ان شاء الله. سندوتشات. لا سندوتشات ايه؟ انا هعمل لك اكتر حاجه انت بتحبها، هعمل لك سلطه مكرونه بشاميل. ماشي؟ ماشي. تفاصيل النشره. انباء عن محاوله اغتيال ضابط سابق في امن الدوله ونقله الى المستشفى في حاله حرجه.
يا دودو لسه ما غيرتيش؟ يلا يا ماما هقوم اغير حالي. يلا شكر. ايوه اهرب. ايه؟ جايين يقبضوا عليك دلوقتي. حمزة! هو حمزة! هو حمزة!